الاختفاء القسري او سيباراتيوني فورساتي او انفورست ديس ابييرنسز اوف ذا بيبل. الناس اللي بتختفي قسريا، الاختفاء القسري ده اصعب حاجه ممكن الانسان يواجهها، اللي هو الانسان يبقى قاعد في بيته فجاه حد يخبط عليه، بوليس او جماعه تبع البوليس لابسين ملكي او حد من جماعه معينه ممكن تكون عصابه ويتاخد من البيت ويختفي. المثل اللي حصل عندنا في مصر في السنين اللي فاتت، لو جينا بس اخر سنتين احنا اختفى من مصر حوالي 1736 بني ادم. العدد مش من عندي، العدد اول حاجه اول خدمه في مصر حقوقيه كانت بتراقب اللي حصل. لما الجمعيه العامه للامم المتحده اللي فيها اكثر من 192 دوله عضوه عامله تمضي على حقوق الانسان وتقول ان مفيش من الكلام ده، اتعمل في الاعلان المتعلق بحمايه حقوق الاشخاص من الاختفاء القسري، اتعمل سنه 1992 ديسمبر 92، كان الاعلان بيتكلم ان الاختفاء القسري بيشكل انتهاك لاصناف الحظر المشرعه في الشكوك الدوليه بما فيها الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيه والسياسيه والشخصيه ونهار التعذيب. انا مش هقول الدباجه كلها لان الدباجه مش هتهمنا كتير، لان الدباجه موجوده واللي عايز يدور عليها يخش على الويب سايت بتاع الجمعيه العربيه المتحده. البلاد كتير جدا عدو اعضاء فيها، احنا بس هنركز على مجموعه اشخاص بالكلام ده كله. هنقول الاول ايه الحقول المنتهكه للناس دي؟ الناس دي اللي هي بتتخدم ديت بيتمنعوا من حق الاعتراف بشخصيته القانونيه، من حق الحريه والامن على شخصه، من حق عدم التعرض للتعذيب، من حق الحياه، من حق كبيرة. موضوع الاختفاء القسري للاسف زاد في مصر بطريقه نخجل منها جميعا، او العالم الحر يخجل من تنامي ظاهره الاختطاف في مصر. الكلام ده ليه مصادر قانونيه ومنظمات انسانيه لها باع في المجتمعات على مستوى العالم اجمع. من ضمن هذه المنظمات منظمة هيومن رايتس مونيتور في شهر مارس اللي فات 2016 ذكرت هذه المنظمة وبعت بتقارير موثقة للمسؤولين في الأمم المتحدة عن الجرائم التي يرتكبها نظام عبد الفتاح السيسي وأزرعه الأمنية في حق الشعب المصري وحق الشباب المصري. المنظمة رصدت 300 حالة احتقال في شهر مارس، من بينهم تعرضت للاختفاء القسري دون زوجته او امه او اخواته او اهله، اختفي تماما واحنا في 2016. يعني هذه من الجرائم الاهله للعالم ان تكون هذه الظاهره موجوده حتى الان. اي ما يقرب من نصف العدد في شهر مارس تعرضوا للاختفاء، لا نعلم عنهم اي شيء، ليس لهم قاضي طبيعي وليس له ولا يعترض على ولا يتم عرضهم على النيابه. في ان
النيابه تقرر اخلاء سبيل لبعض الحالات، ثم يعاودون الاذرع الامنيه للاسف بوحشيه لاختطافهم مرات اخرى. من بين الحالات 35 طالب جامعي وامراه و85 رجل و15 طفله. احنا عايزين نقول لو نجيب الكاميرا شويه على البحث اللي طالع فيديو وهتلاقيهم بيحكوا على الهواء كميه التعذيب اللي تعرض لها الجنود، هو نموذج اللي عايز اقوله اليوم، هو نموذج لما يتعرض له الشباب المصري والطلبه المصريين. انا اقول للعالم الحر، للعالم المنظمات الحقوقيه والاحرار على مستوى العالم، اذا كان انقلاب عبد الفتاح السيسي انتم متفقين معه في امور معينه لحظة أن نوافق على خطف الشباب وخطف البنات وخطف النساء ثم لا نعلم عنهم أي شيء. أوقفوا هذه المهزلة في هذا اليوم العالمي، هذا يوم عالمي للمختطفين قسريا. نحن ندين الاختطاف القسري في جميع بلاد العالم أكمل. نحن هنا لا يهمنا أي شيء إلا أن وضعنا الإنساني، أن نحن نادي بنادي الإنسانية في كل الناس أن توقف هذه المهزلة في مصر، لأن الظاهرة زيادة عن اللزوم، الظاهرة زائدة جدا 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 ولا يجوز لها ان تستمر بهذه الطريقه. يجب العالم الحر الشريف ان على كل المسؤوليات ان يوقف هذه المهزله. وشكرا جزيلا لك. السلام عليكم. والله انا باجي هنا عشان مش عاجبني حال بلدي، انا تعبت من اللي بيحصل، استنيت سنه واثنين وثلاثه بس انا شايف مفيش امل. كل يوم واحد بيموت، ست اتولد في السجن جوه، اطفال جوه، ما حد تاني بالصناعه. انا عايز افهم حاجه واحده، امتى هنفكر؟ انا ما بكلمش دول سفاحين، امتى هنفكر ان الغلبان المصري امتى هيفكر؟ امتى هيقول لا؟ احنا ما تقدمناش، انتوا خفتوا من حاجه جالكوا افظع منها، ما تقدمناش حاجه يعني، بل كل يوم في دم، كل يوم في سجون، كل يوم في حاجه. لا اخوان بيقول لوحدهم، ولا احرار بيقول لوحدهم، ولا حتى سابوا الاجراريين وحتى الملحدين جوه في السجون. اي حد يتكلم في حضاره في انسانيه في اي حاجه تجيب البلد قدام صفر. مش عارف اقول ايه اكتر من كده، انا بتهيألي قلت اللي عليا، عشان كده انا جاي. السلام عليكم. الشباب العواجيز الكبار الناس كله هيستفيد، نفس تحت السنه والسنه
ان شاء الله في روما بجد الماكسيم عشان نساعد كل المصريين، عشان نساعد بالظلم والاستبداد اللي هم عايشينه، واحنا واقفين بايديهم بنعرف الشعب الايطالي وبنعرف الحكومه الايطاليه، وده واجبنا هنا في اوروبا نعرف الناس، لان في ناس كتير مش عارفه القضيه، فبنعرفهم القضيه ايه، والشعوب غير الحكومات، الشعوب متعاطفين معانا وعارفين كل حاجه وعارفين الاحتلال العسكري، وان شاء الله ربنا يهون علينا وهانت ان شاء الله، وانا ببشر الناس في مصر ان شاء الله ان هي هانت ان شاء الله، وهنشم نسيم الحريه قريب جدا ان شاء الله. When it disappears in the land, leaves all kinds of people to die for in order to be in peace. I'm gonna go to the hospital.
The same crew that cut down various tunnels
while they take away the freedom of the people.
That's why we are here today. We are here to show the people. We are in a country that one of the people in this country really is nothing is. This guy, he was trying to make a doctorate in Israel by the Oxford University, not by the country. احنا اتكلمنا في الاول بالعربي، نتكلم شويه بالعربي، عربي نتكلم بالعربي في مصر، بس حالات الاختفاء القصدي في العالم. سنه 1980 ابتدوا يعملوا اعلان، الجمعيه العامه للامم المتحده ابتدت تعمل اعلان عن الاختفاء القصدي، وكل انسان من حقه الحريه، القانون يحمي الانسان من الاختفاء القسري. حاجه مع الاسف الشديد ما بتحصلش في مصر، وفي بعض دول العالم الثالث ما بتحصلش، زي الهند، زي بنجلاديش، زي تايلاند، زي بلاد كتير قوي. بس احنا بنتكلم عن اللي حصل في مصر. احنا النهارده في ايطاليا، في بلد مليانه مساحه حريه، احنا بنتكلم عن الموضوع ده. لو احنا جينا نبص من واقع الجرايد المصريه، اختفى في مصر السنه اللي فاتت لغايه 30 اغسطس 2016 من واقع الجرايد المصريه، الجرايد اللي هي تابعه للحكومه المصريه، 1736 انسان، 1736 انسان انسلب حقهم ان هم يعرفوا هم محبوسين ليه وهم بيتعذبوا علشان ايه، والاعترافات اللي بتنتزع منهم تحت التعذيب ليه. احنا لو جينا نبص النهارده، ايطاليا دورت على مواطن واحد، وايطاليا لما دورت على مواطن واحد حركت الاتحاد الاوروبي على المواطن ده، وفي الاخر المواطن ده وجد بطريقه ما في الصحراء في مصر. ولما جه هنا المواطن ده واتحط تحت الطب الشرعي واتحلل جثته، وزير الداخليه الايطالي عمل مؤتمر صحفي وقال اتعامل معامله غير ادميه. لنا ان نتخيل ان واحد ايطالي كده، والدته في المؤتمر الصحفي قالت عاملوه كما لو كان مصريا. دلوقتي احنا بقينا مسخة على كل لسان. العالم بيتكلم على مصر ارض الحضارة ومعهد الحضارة، بس معهد الحضارة كانت، انما دلوقتي احنا مش معهد الحضارة، عشان في بني ادمين بتختفي، بني ادمين بينتزع منها حقوقها ان هي تتكلم وتقول ايوه او تقول لا، من حقها ان هي تعيش، حقها ان هي تتعلم، حقها ان هي تعلم ولادها، حقها ان هي تقول انا عايز ده ومش عايز ده. مفيش حد، كل اللي احنا شايفينهم دول بني ادمين مختفيين، ما نعرفش عنهم حاجه. في بني ادمين اختفوا في مصر لغايه النهارده اهاليهم ما يعرفوش عنهم حاجه، والغريب في الموضوع ان اللي حصل ده في مصر اهاليهم ما يقدروش يروحوا يسالوا عيالنا فين؟ يعني في امهات بتسال ابني فين؟ يلا يا ست امشي من هنا، مش عايزين دوشه ولا وجع دماغ. ده لو هي محظوظه، لو هي غير محظوظه هيسلط عليها عسكري هيدغدغ دماغها عشان تحرر تروح هناك. بكل بساطه، والله اعلم الولد بيروح فين، والله اعلم لو هو مات في ايديه بيعملوا فيها وبيدفنوه فين. في حالات كتير جدا ربنا كرمها وخرجت عشان خاطر في ناس وصلت صوتها. احنا واقفين هنا عشان نوصل صوت ناس كتير جدا. لو احنا جينا نبص بعض الامثله على اللي حصلت في السنين اللي فاتت، محمد حسين السيد السمان، الراجل ده اختفى من 14 اغسطس 2013، ده مهندس، اهله ما يعرفوش عنه اي حاجه. ولو جينا نبص على اللي حصل في سينا، الغريب بقى اللي حصل في سينا وفي البني ادمين اللي حصلت في سينا. لو احنا جينا نبص على البني ادمين اللي اتخطفت في سينا، هنستغرب البني ادمين دي ليه اتخطفت وايه اللي حصل لهم والحكومه عملت فيهم ايه، محدش يعرف عنهم اي حاجه. هنجيب مثال صغير قوي، انس حسام الدين بدوي. انس حسام الدين بدوي اتولد سنه 5 فبراير 2001، يعني السنه دي عنده 15 سنه، اهله ما يعرفوش عنه حاجه. احمد حلمي حسن العبد شعبان بالعريش 28 سنه، اتخطف وهو راجع من شغله، محدش يعرف عنه حاجه. الغريب ان في ناس كتير قوي ما تعرفش ايه هو الاختفاء القسري. الاختفاء القسري يا جماعه ان انت تبقى انسان يسلب منك ابسط حقوقك، ان محامي يسال عليك، ان اهلك يسالوا عليك، ان ابوك يسال عليك، ان امك تسال عليك، ان اخواتك يسالوا عليك، يعرفوا انت فين، ويعرفوا انت عايش ولا ميت. حتى زي ما الصلاينا بيقولوا
vogliamo sapere che una tomba per andare a piangere il nostro figlio, che una cosa non esiste nel cesso. بالعربي ان اهل المختطف قسريا في مصر مش عارفين ابنهم دون عايش ولا ميت، ليه جثه يدفنوها ولا ملوش جثه يدفنوها، ولو ليه جثه يدفنوها هيدفنوها فين؟ واللي بعديهم دول ده عبد الله ابو مازن بتاع فلسطين اه محمود عبد الله ابو مازن. لا احنا بيت بشار ودول بما هو كل بيعاون بشار، احنا بيت بشار ودول بما هو كل بيعاون بشار. بشار ما بيعملش اي حاجه غير ان هو بيعمل صوره للكربون من اللي ابوه عمل يعني حافظ الاسد ورفعة الاسد سنة 1933 قتلوا 43 الف سوري وعملوا لهم قبر في الميدان في حلب وعملوا جنينة فوق منهم. ان هو بيعمل كده بشرط يعني بقى عبد الفتاح السيسي بقى حضرتك ولع ميدانين جربها ميدان النهضة سنة 2013 اللي حصل ايه؟ قناصة فوق العمارات قعدت تقتل الناس اللي تحت وبعد الناس مصابين. سامح لو ابو مازن مثلا بتاع السلطة الفلسطينية ولا اه طبعا ابو مازن حضرتك عسكري امريكا واسرائيل عسكري امريكا واسرائيل من كام سنة حصل انتخابات في فلسطين وحماس كسبت الانتخابات. اول حاجه عملها عباس محمود عباس هو اللي عمل كده. مين محمود عباس؟ عباس لما حصل انتخابات على عموم فلسطين مثلا لما سجلت انتخابات على عموم فلسطين على الفلسطيني الوحيد في الفصائل الفلسطينيه دلوقتي اللي رفع السلاح في فتح كانوا بياخدوا فلوس بيستنزفوا العالم وياخدوا فلوس من نفسهم وبيصرفوا بيعملوا فلوس بس مش اكتر من كده. فالشر يولع مدينة ويولع مستشفى وحرق مساجد ودمر مدن بالكامل، دمر مدن بالكامل. العريش الارض وضع الثلج الارض بني ادمين دول احنا ما نعرفش هم فين. الدول دي بتاعت بني ادمين عشان فين؟ في 1736 بني ادم في مصر اهاليهم ما نعرفش عنهم. الحكومه الايطاليه حركت الاتحاد الاوروبي عشان مواطن ده. الحكومة الإيطالية حركت الاتحاد الأوروبي عشان جوليو روسيني. جوليو روسيني كان بيعمل تكسيرات فرصة على الاحتفالات العمومية. قاعد على قهوة سمع ناس بتتكلم ابتدى ياخد منهم كلام ويتكلم في مصر. بالنسبة للحكومات المصرية كان في حد بيديروا بيديروا أخبار من خبر من الشهر. في دلوقتي محل في القاهرة أو عمارة بتاخد تصريح غير لما تعمل كاميرا الكاميرا بتاعه الشارع 24 ساعة. الراجل ده اتخطف من البيت من تحت البيت.
لما الحكومه الاسلاميه وصحابه ضغط على مصر رموه في الصحراء مقتول، لان ما خدش ينفع يرجع مش ينفع يرجع ودن مقطوعه و ما اقدرش اعطيك بل يعمل على وقفها ويعمل على إصرار المختفيين حاليا ضروري، لأن هذه جريمة لا تمت إلى الإنسانية بأي صلة. ومن أجل هذا احنا خرجنا اليوم. أشكر الجزيرة مباشر على تغطيتها المميزة، أشكر قنوات الشرعية كلها الداعمة لنا، أشكر أحرار العالم اللي تفاعلوا مع هذه القضية الإنسانية من الطراز الأول، وأشكركم جميعا وإلى